على ما الناس تكمل. فاحنا هنا ايه؟ اتفقنا مع بعض؟ الصوت واضح يا شباب؟ ها الو، الصوت واضح؟ ايوه تمام يا دكتور، ايوه ايوه دكتور تمام يا صوت واضح. دكتور تمام. تمام. يبقى هنا احنا اتفقنا مع بعض ان لما يبقى عندي الفورس دي متلاقية في نقطة، إذا المومنت عند هذه النقطة بكام يا جماعة؟ احنا اتفقنا مع بعض هنعمل ريدكشن في صورة ايه؟ سنجل فورس، اللي هي قوة واحدة. طيب ده بيحصل امتى؟ اقدر احصل على القوة الواحدة دي امتى؟ لما تبقى الفورس كلها طالعة من نقطة واحدة. تعالى بقى اقف عند النقطة دي وخد مومنت. المومنت عند النقطة دي بكام يا جماعة لكل الفورسز دي؟ طالما الفورس كلها بتعدي على نفس النقطة يبقى المومنت بكام؟ بزيرو. يبقى إذا لما نعمل بقى مجموع سام اوف فورسز للاف 1 واف 2 واف 3 واف 4، مجموعهم هيطلع مين؟ هيطلع ار. هل يا ترى في مومنت هنا مع الار؟ المومنت بكام يا جماعه عند النقطه دي؟ بزيرو. يبقى انت كده وصلت لايه؟ فدي بيسموها ايه؟ بيسموها سنجل ايه؟ ها بالعنوان بتاعنا سنجل ايه؟ سنجل فورس. معايا كده يا شباب؟ يبقى طالما وصلت لمكان او لنقطه عندها قوه واحده بس مفيش مومنت، يبقى انت كده وصلت للريدكشن اللي انت عايزه. طيب دي خدناها في شابتر 1، ان لما اجمع الفورس المتلاقي في نقطه المجموع هيطلع ار. طب والمومنت عند النقطه دي بكام؟ بزيرو. يبقى دي اسمها ايه بقى في الحاله دي؟ اسمها سنجل فورس. دي خدناها في شابتر 1 كنا بنعملها واحنا مغمضين وانا قلت شرط على فكره، قلت لك عشان تجمع القوه دي مع بعض لازم تكون ايه؟ خارجه من نقطه واحده. ليه خارجه من نقطه واحده؟ عشان نحقق الحته دي. تمام كده؟ ده الجزء الاولاني. طيب وقلت لك خدناها في شابتر 1، نروح على الجزء الثاني اللي هو الكوبلينر فورسز اللي هي في التو دايمنشن. طب لو قلنا في التو دايمنشن، تو دايمنشن ايه بقى؟ ها التو دايمنشن التو دي ده هيبقى مين؟ غالبا غالبا لما بنشتغل في التو دي بنحط اكس وواي، محاور اكس وواي. حلو قوي. هسألك سؤال، هو انا لو ضربت اكس في واي ضرب اتجاهي، الاكس ده فيه مسافه والواي ده فيه قوه، لو ضربت المسافه اللي هنا دي في القوه دي الناتج هيطلع مع مين يا جماعه؟ الكلام ده قلته قبل كده. الناتج هيطلع مع مين؟ حد فاكر؟ يبقى المومنت هنا لو كتبته كمتجه هيطلع مع مين المتجه ده؟ الو؟ مع زد مع زد. الضرب الاتجاهي بتاع اكس في واي يطلع زد على طول. موجب او سالب مش فارقه، دي مش قصتنا دلوقتي، المهم انه هيطلع مع زد. طب لو ضربت واي في اكس برضه هيطلع مع زد باشاره مخالفه. معايا كده؟ يبقى اذا التو دايمنشن دايما بيخرج مين؟ بيخرج زد. خلي بالك من الحته دي. حلو قوي. طيب تعال نشوف، ادي الرسمه بتاعتنا عليها فورسز اف 1 دي اكس واي، يعني لو حللتها حللها في اكس وحللها في واي على حسب مكانها. اف 2 دي اكس واي برضو، اف 3 دي اكس واي. يبقى كل الفورسز اللي عندنا مالها يا جماعه؟ اكس واي. دي مسائل التو دايمنشن، دايما بفك الفورس في اكس واي. طب لو لميت المجموعه دي كلها عند نقطه الاصل، لو جبتها عند الاوريجن بوينت، سحبت اف 1 هنا جبتها عند الاوريجن بوينت واف 2 جبتها عند الاوريجن واف 3 جبتها عند الاوريجن، هيطلع عند الاوريجن في ايه بقى؟ في كام فورس؟ ها في 3 فورسز. هنجمع الفورسز مع بعض تطلع ار. وفي ايه كمان يا جماعه عند الاوريجن؟ ها في مومنت. المومنت ده يا اما بيلف انتي كلوك وايز يا اما كلوك وايز، ده شغل التو دايمنشن. معايا كده يا جماعه؟ المومنت ده طالع مع مين؟ مع زد، اللي هو الخط العمود على الايه؟ على الشاشه، الخط اللي طالع ناحيتك كده محور زد، او لو رسمناه ممكن نعمله كده تخيلا يعني. المومنت ده بيلف حوالين مين؟ حوالين محور زد اللي هو العمود على مين؟ على التو دي. طيب هل اللي قدامك ده، عايز حد يجاوبني بقى الحته اللي جايه دي مهمه جدا، هل اللي قدامك ده دول
اللي هم المومنت والفورس دول، عاملين الريدكشن اللي انا طالبه اللي احنا عايزين نحققه؟ ها حد يرد عليا كده. هل لا يا دكتور، لا لازم يكون علشان سنجل فورس، المفروض تبقى سنجل فورس. بالظبط، الريدكشن اللي انا طالبه سنجل فورس، هل دول سنجل فورس؟ لا، ده سنجل فورس ومعاه سنجل ايه؟ مومنت. انا عايز اتخلص من المومنت ده، عايز اتخلص منه، يبقى اذا هتنقل المجموعه دي على نقطه جديده. النقطه الجديده دي مش الاو، النقطه الجديده دي بعيد عن الاو، بعيد بقد ايه؟ ده اللي عايزين نعرفه، بحيث لما تروح للنقطه الجديده دي المومنت ده يمشي. حد يفكر كده؟ يعني مثلا لو انا، بص معايا كده، نعملها على ايه؟ على رد صغنطوط كده عشان الرؤيه توصل اسرع. بص معايا كده، لو انا قلت لك احنا عندنا فورس هنا اسمها وفورس تانية هنا، الفورس دي ب10 والفورس دي ب20، تمام؟ الديستانس اللي هنا دي ب2 والديستانس اللي هنا دي ب4، تمام؟ او عشان يبقى الموضوع اوضح اخلي دي ب1، الديستانس دي ب1 والديستانس دي ب4، تمام؟ النقطة اللي هنا دي اسمها ايه؟ والنقطة اللي على اليمين دي انا مش محتاجها، بس يلا ده اسمها بي. بص معايا كده، لو نقلت ال10 دي وال20 دي جبتهم عند النقطة ايه؟ مثال بسيط اهو سهل عشان الناس الموضوع يوصل اسرع. لما نوديهم عند النقطة ايه؟ يلا نرسم عند النقطة ايه الشكل الجديد. هينزل لك هنا ايه؟ هينزل لك هنا تو فورسز، واحدة نازلة قيمتها 10 والتانية زيها بالظبط قيمتها كام؟ 20. يبقى دي 20، انا كده نقلت القوتين اهم. نتيجة نقل القوتين هيجي معاهم ايه بقى؟ ال10 لما تتنقل عند الايه هيجي معاها ايه يا جماعة؟ هيجي معاها مومنت. مع الساعة ولا ضد الساعة؟ انا شغال هنا تو دايمنشن، يعني لو وقفت عند الايه كده وطلعت مسافة وضربتها في ال10، ها وانت واقف عند النقطة دي، ال10 دي هتلف مع الساعة ولا ضد الساعة؟ حوالين النقطة ايه؟ انا عايز حد يجاوبني. الو، مع الساعة. عكس عكس ازاي يا راجل؟ عكس ازاي؟ عكس ازاي يا جماعه؟ مع عقارب الساعة. المومنت، بص انا واقف هنا، العشرة دي هتنزل ازاي؟ نازله لتحت. ايوه الساعة عندكم بتلف ازاي؟ انا عايز اعرف الناس اللي بتقول عكس الساعة دي مصيبة، لا تكون الساعة عندكم بتلف الناحية التانية، دي تبقى كارثة. معايا كده يا جماعة؟ يبقى ده هيلف مع الساعة في الاتجاه ده. طب وال20؟ اقوم مطلع مسافه اكبر اللي هي ب4، اضربها في ال20، هتطلع مومنت تاني عكس الساعه ولا مع الساعه؟ ها مع الساعه. عكس الساعه. نسال عكس الساعه ولا ضد الساعه؟ مع الساعه. ماشي، يبقى ال10 اتضربت في 1 تدي 10، وال20 اتضربت في 4 تدي 80، يبقى المجموع كله كام يا جماعه؟ 10 و80 هيتجمعوا مع بعض يبقى 90، وال20 وال10 دول يتجمعوا مع بعض يبقوا كام؟ ده اللي انا شرحته من شويه بارقام اهو في التو دايمنشن عشان يبقى سهل. طيب يبقى اذا هنا بقى معايا فاينلي، معايا كده فورس قيمتها 30 ومعايا مومنت قيمته كام؟ ها المجموع بتاع المومنت قيمته كام يا جماعه؟ 90 اللي هي 10 و80. اسالك سؤال، هل دول سنجل فورس؟ لا لا يا دكتور، دول ايه؟ فورس ومومنت. انا عايز اتخلص من 90 دي. خلي بالك الحته اللي انا بشرحها هنا دي هي شرح دي بالظبط، بس هنا عشان باينه برموز واسهم وبتاع فمش هتوصل لك زي دي هتوصل لك اسرع. اللي هتفهمه هنا هو اللي هيطبق هنا. مين يقدر يقول لي ارحل ال 30 ازاي بحيث اتخلص من 90 دي؟ عايز حد بقى يعني بص دماغه دي شغاله زي ما بيقولوا. امشي ال 30 ازاي؟ امشيها يمين ولا امشيها شمال عشان اتخلص من ال 90 دي؟ طب هو المفروض يا دكتور ان احنا هنمشيها في اتجاه عكس المومنت اللي عندنا. بالظبط كده، برافو عليك. يعني قربت من اللام. حد يقول لي طب وانا همشيها يمين ولا همشيها شمال بناء على ايه؟ بص حضرتك هتمشيها في الاتجاه اللي يرجعك للمومنت ده تاني لما تقف عند النقطه ايه؟ يعني ايه؟ شمال يا دكتور عشان يبقى مع بص بقى معايا، بص معايا كده ادي الرد تاني اهو، تاني
انا بقول لازم تدي نفس التأثير. وادي النقطة ايه، انا دلوقتي هسحب الفورس امشيها يمين بمسافة معرفهاش نستنتجها مع بعض، ولا امشيها شمال بمسافة نستنتجها مع بعض؟ حضرتك هتمشيها في الاتجاه اللي لما ترجع تاخد مومنت يرجعك للتسعين ده تاني. عشان كده بيخترعوا قاعدة كده قالوا لك في ثانوي، بيقول لك ايه، ها، عزم القوة عند نقطة بيساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. معرفش انتوا سمعتوا الحتة دي، اكيد سمعتوها قبل كده. عزم القوة عند نقطة بيساوي عزم مين يا جماعة؟ عزم المحصلة عند نفس النقطة. نفهمها بس كده واحدة واحدة. ها، عند النقطة ايه؟ عند النقطة ايه؟ ها، لو مشيت ال 30 لليمين اهي، حطيتها عند مسافة بحيث تبقى سنجل فورس كده، المومنت مشي. نفترض ان المومنت مشي خلاص. طب المسافة دي قد ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. هسمي المسافة دي اكس، تبقى 3. اصبر بس، اصبر. تمام، انت دماغك يعني لقطتها بسرعة. انا مشيت ال 30 في الاتجاه ده بمسافة اسمها اكس، والاكس دي ما اعرفهاش. هسألك سؤال، هل الرسمة اللي قدامك دي كده بقت سنجل فورس؟ ها، هو ايه تعريف السنجل فورس يا جماعة؟ تعريف السنجل فورس ان الفورس واقفة في مكان وما فيش معاها مومنت، صح كده؟ وتدي نفس التأثير. يعني لو وقفت عند النقطة ايه وحسبت العزوم، التسعين ترجع تاني. ها، الو، وصلت؟ الو يا شباب. ايوه تمام. ايوه دكتور. أيوة. حلو بقى. تمام يا دكتور، تمام. لو وقفت عند النقطة ايه عشان انقل ال 30 دي، كأني نقلتها تاني عند النقطة ايه، المفروض يجي معاها مومنت كام يا جماعة لما تتنقل؟ ها؟ يجي معاها الناتج ده، صح كده؟ هسألك سؤال بقى، يبقى لو قلت 30 ها تايمز أو مضروبة في الإكس، الناتج المفروض يطلع كام؟ يطلع 90. مش المفروض يرجع لل 90 تاني؟ يبقى الإكس بيساوي كام يا جماعة؟ واحد جابها باللوجيك بالنظر كده قال لك 3. الراجل ده دماغه ظبطاه. 3 جت منين؟ قال لك أنا قسمت ال 90 على ال 30 طلعت كام؟ ها، طلعت 3. فهمناها يا شباب؟ طب ما تيجي نحط قاعدة بقى. احنا هنفضل ماشيينها كده ماشيينها بالبركه؟ لا، هنحط لها قاعده ونمشي عليها، نحط رولز ونمشي عليها. ايه هي بقى؟ عشان توصل حضرتك لمكان السنجل فورس هتحسب المومنت عند ايه، عند نقطه الاصل او اي نقطه في المساله تعجبك، اسهل نقطه، بس هو يفضل الاوريجين بوينت خصوصا في 3 دي. تمام كده، لما تحسب المومنت عند نقطه او هتجمع الفورس مع بعض هتطلع ار، وهتجمع المومنتس مع بعضها هتطلع ام ار. تمام كده، هتبعد عن نقطه او بمسافه اسمها ايه، اسمها دي. تمام كده، الدي دي هتساوي حاصل قسمه المومنت على مين، على الار. طب المسافه دي مايله في زاويه كام، عامله في زاويه كام؟ غالبا غالبا انا هدي لك في مساله 2 دايمنشن بالذات هقول لك الديستنس دي يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال، فبقت خلاص يا اما اكس يا اما واي. هنشوف دلوقتي في المسائل في الاكزامبل هتبقى شكلها عامله ازاي. معايا كده يا جماعه؟ فنحط قاعده بقى بتقول ايه؟ ان عزم المجموعه بتاعت القوه دي عند نقطه بيساوي عزم المحصله عند نفس النقطه. يعني المفروض لما اقف عند او هنا المجموعه دي كلها تطلع عزم في الاتجاه ده وليكن ب 100، وليكن مثلا. يبقى اذا المحصله تطلع عزم عند نفس النقطه لازم يبقى بكام هو كمان؟ لازم يبقى بنفس المية. طيب المية هتطلعها من هنا، يبقى انت وظيفتك هنا في المرحلة الأولى انك تطلع الرقم ده اللي هو ناتج العزم، تخش بناتج العزم ده هنا تقوم مطلع مين؟ مطلع المسافة دي. اتفهم كده يا شباب؟ طيب يلا نطبق. يبقى هنا هتقول لي الار بيساوي sum of forces F1 plus F2 plus F3، الديستنس اللي انت عايز تطلعها بتاعت السنجل فورس هتساوي مجموع العزوم اللي انت جبتها، المثال اللي انا قلته اللي هو وليكن ب 100 مثلا، مقسوم على مين؟ على الار اللي انت طلعتها. طيب دي الحاله الثانيه، طبعا انا هقول الحالات وبعد كده نشوف مسائل. الحاله الثالثه يا شباب، بس قبل ما اخش على الحاله الثالثه
الحالة الأولى خلاص فهمناها، كل القوى متلاقية في نقطة، فالآر عند نفس النقطة. اللي بعديها هجمع عند إيه؟ عند نقطة، وبعد كده أوديها عند نقطة جديدة بمسافة، المسافة دي بيساوي المومنت على مين؟ على الآر. طيب أسألك سؤال، لو حطينا الآر كمتجه والمومنت كمتجه في التو دايمنشن، الآر يا شباب هياخد بلين، البلين إيه؟ او مركباته هتبقى ايه في 2 دي؟ مركباته هتبقى اكس وواي، يعني اي وجي، صح كده؟ زائد او ناقص الاشاره مش فارقه معانا. في 2 دايمنشن دايما الار لما بيتكتب بيتكتب ايه؟ الصوره العامه بتاعته اكس وواي. طب المومنت اللي طالع من ال2 دايمنشن ده لما احب اكتبه، اكتبه ايه؟ هيطلع في اتجاه مين يا جماعه؟ لسه قايلها من شويه، هيطلع في اتجاه مين؟ حد فاكر؟ هيطلع في اتجاه زد. طيب دول يا شباب الار دي المستوى بتاعها مين؟ اكس وواي، صح كده؟ طب والمومنت؟ مش مستوى، المومنت مع محور زد. هسألك سؤال، الخط بتاع المومنت ايه علاقته بالمستوى اللي فيه الار؟ ها؟ معمودي عليه. المومنت دائما عشان توصل، ده مبدا بقى وهنطبقه، عشان توصل لما يسمى سنجل فورس لازم تحقق المبدا ده، ان الام والار يكونوا مالهم متعامدين. الكلام ده متحقق اوتوماتيك في 2 دايمنشن، في 2 دي الكلام ده متحقق اوتوماتيك. ليه؟ لان الار موجوده في المستوى اكس وواي، والمومنت بيطلع مع زد دايما، والزد عمود على اكس وواي، يبقى انت محقق الكلام ده في 2 دي. طب اللي جايه تعالى هنا، قبل ما اخش على الشرح تعالى نشوف الكلام ده متحقق ولا لا. هل يا ترى المومنت اللي هيطلع من هنا، المومنت اللي هيطلع من هنا هيبقى عمودي على الار؟ تعالى نشوف كده. احنا عندنا يا شباب العنوان اسمه ايه؟ اسمه بارلل فورسز. الرسمه اللي قدامك دي اف 1 اف 2 اف 3 كلهم انت ملاحظ فيهم ايه؟ ان هم مالهم متوازيين، الفورسز دي كلها بارلل، وفي نفس الوقت بارلل لمين؟ هي مش شرط بالنسبه لنا بس يعني هتسهل الحل شويه. الفورسز كلها بارلل لمين؟ لاحد المحاور، ممكن تبقى بارلل لواي، ممكن احطهم كده تبقى بارلل لاكس، ممكن احطهم كده تبقى بارلل لزد، المهم ان كلهم بارلل لمين؟ لمحور من المحاور دي. طيب يبقى لو قلنا المومنت هنا، المومنت اللي هي سوري الار اللي هيطلع، الار اللي هتطلع هنا لما اجمع الفورس دي على الفورس دي على الفورس دي بالاشاره واحطهم في صوره متجه، اكتب هنا مع محور مين المحصله دي؟ واي، مع محور واي. يبقى اذا المحصله هنا ماشيه مع مين؟ مع محور. طيب لما تقف حوالين اكس عند اكس كده وتاخد عزوم للقوه دي، هتلاقي العزم ده بيلف حوالين مين؟ زد. لو انت واقف عند محور زد وبتاخد عزوم، يعني بتطلع مسافه عموديه لكل قوه، لكل قوه كده تشوف بعدها قد ايه. انا عشان بس نفهم المبدا، فهيلف حوالين زد بالايه؟ هيلف حوالين زد فيعملوا ام زد، صح كده؟ ويلف حوالين اكس بمسافه عموديه اهو تاني، هيلف حوالين اكس بايه؟ بام اكس. يبقى اذا المومنت النهائي هل هيلف حوالين واي؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ عندنا مبدا بيقول يا جماعه لو القوه بتوازي محور فاستحاله تلف حواليه، دي قاعده، لو القوة بتوازي أحد المحاور ما ينفعش تلف حوالين المحور ده. ام اكس يا دكتور. اه برافو عليك، دي كده ام اكس يا جماعة، ام اكس. القوة بتوازي واي، يبقى الام واي بكام؟ بزيرو. يبقى أنا هنا المومنت اللي طالع، طالع فين؟ طالع مع اكس وإيه؟ وواي. يلا تعالى نشوف هل التعامد متحقق؟ الآر اللي عندك، سوري، يعني إيه اللي إحنا بنعمله ده؟ دي مش اكس وواي، دي اكس وزد. المومنت اللي عندك طالع مع اكس وزد. ها هل مبدا التعامد متحقق؟ ها دي طالعه مع مين؟ مع واي، والمومنت اللي عندك في اكس وزد، هل الواي عمود على اكس زد؟ اه متحقق. يبقى اذا ايه يا شباب؟ القاعده دي متحقق. يبقى اذا وانت مغمض اي مساله 2 دايمنشن، اي مساله فيها قوه موازيه، التعامد متحقق ما بين المومنت والايه والار، تمام كده؟ طيب تعالى بقى لو خدت المجموعه دي كلها حط وديتها عند الاو، يلا ها الرسمه اللي قدامك دي هتجيب لك مين؟
هتجيب لك الريزلتنت بتاعت المجموعه دي كلها عنده، وهتلاقي الريزلتنت دي ماشيه مع محور مين؟ مع محور واي، مع محور واي، تمام كده، لان الفورس دي بتوازي واي. طب والمومنت اللي هيطلع هتلاقي ليه مركبتين، واحده مع اكس وواحده مع زد، الكلام اللي انا لسه شارحه من شويه. طيب هل دول كده سنجل فورس؟ لا، دول سنجل فورس ازاي؟ ده فورس ومعاها مومنت. يبقى انا دلوقتي عايز امشي الفورس دي عشان الاقي المومنت ده. ها هتمشي الفورس ازاي؟ مشيها في اي اتجاه، يعني هنجيب طبعا الابعاد دي من القوانين. هتمشي مثلا، مشيت في الاتجاه ده بمسافه اسمها ار. تعال نطبق المبدا بقى. المبدا بيقول ايه؟ ان مجموع العزوم حول نقطه بيساوي مجموع بتاع ده عزم المحصله عند نفس الايه؟ النقطه. تاني، العزم الناتج من المجموعه عند نقطه، مجموع القوة، مجموع عزوم القوة عند نقطة بيساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ من هنا هتطلع ام عند او، ودي سهلة ما فيهاش مشكلة، شفناها في المسائل قبل كده. هتطلع ار لكل قوة وتضربه كروس القوة اللي انت مودلها الار، هيطلع لك كم محدد كده جنب بعض، هتلاقيها سهلة، معظمها اصفار، تقدر تفك المحددات بسهولة. تمام؟ بعد ما تفك المحددات وتجمع مع بعض الاي مع الاي والجي مع الجي والكي مع الكي، طلعت المومنت في صوره اي جي كي. خد المومنت ده روح بيه فين؟ المومنت اللي انت جبته هنا، خده روح بيه هنا. ها ليه؟ لان العزم المفروض هنا يطلع نفس الناتج بتاع الاولانيه دي. طب العزم هنا هيساوي ايه؟ ار سمول كروس ار كابيتال اللي هي المحاصله. هنفتح ديتيرمن ونحط فيه مين؟ الار دي مجهوله، الار دي عباره عن احداثيات الاي ناقص احداثيات الاو، الاوريجن كلها اصفار ما فيهاش مشكله. طب والاي؟ النقطه ايه دي؟ انا ما اعرفش مكانها فين. احداثياتها ايه؟ لها اكس يبقى ده مجهول، ولها الواي بزيرو، والزد بايه؟ والزد مجهول. يبقى لما احط هنا في المحدد احط هنا اي جي كي عادي، ونيجي نحط فرق الاحداثيات، احط تحت الاي احط اكس اللي هي اكس ناقص صفر، صفر اللي هنا، واحط هنا ايه؟ صفر، واحط هنا ايه؟ زد. طب والارقام اللي تحت هنا؟ احط هنا ارقام مين؟ ارقام الار. بتقول ايه ارقام الار؟ الار مالهاش هو اكس، مالهاش زد، لكن لها ايه؟ لها واي. الار كلها اصلا ماشيه مع واي. يلا هنفك المحدد ده ونقوم مطلعين مين؟ مطلعين المومنت من هنا. المومنت ده هيطلع له ايه؟ هيطلع له اي وكي بس، مش هيطلع له مين؟ لان الفورس دي مالها يا جماعه؟ بتوازي مين؟ ده مبدا احنا عارفين لسه قايله من شويه، الفورس اللي بتوازي محور ما تعملش عزم حوالين المحور ده. يبقى اذا المحدد ده مش هتلاقيه، مش هيطلع جي، هيطلع ايه؟ اي وكي بس. طيب هناخد الناتج اللي هنا، يبقى في هنا ناتج جنب الاي، هقوم مدخله على المحدد ده، اشوف الاي اللي هتطلع منه بكام؟ هيطلع لك مجهول يا الاكس يا الزد على حسب بقى الضرب اللي انت بتعمله. هتقوم مطلع مين؟ المجهول ده، وليكن مثلا هيطلع زد. هقوم ايه؟ مطلع قيمه الزد بكام؟ طيب هتلاقي في ناتج تاني هنا جنب الكي. هاخده اخش بيه على المحدد. اجيب منه مين؟ اجيب منه هنا حاصل فك الكي اللي هو ده في ده ناقص ده في ده، الكلام اللي عملناه في المحددات. هيقوم مطلع لك مين؟ قيمه الاكس. يبقى انا كده عرفت الاكس بكام؟ ها والواي بكام؟ بتاع المكان اللي عنده السنجل فورس. طبعا الكلام ده هيوضح اكتر بالايه؟ بالمسائل. مسائل هتوضح الايه؟ الحته دي. ده الكلام اللي انا قلته اهو. الام ايه؟ هجيب الام الاول وبعد كده اخش على المعادله دي ار كروس ار كابيتال، اطلع الاكس من معادله ايه؟ الكي، واطلع الزد من معادله ايه؟ معادله اي. ده الريدكشن الرابع، ده هنأجله في المحاضره بتاعت الكليه ان شاء الله، ده اخر حاجه في الشابتر ده. تمام؟ يبقى احنا كده واقفين عند الريدكشن الرابع. تعال نخش على المسائل بقى. المسائل. المسائل دي موجوده عندك في الكتاب. نخش على الاكزامبل الاولاني. الاول تقدر تقرا بقى من هنا المساله بتاعتك، هل هي بارلل فورس ولا 2 دي كوبلينر فورسز. تمام؟ من شكل الرسمه
انا الرسمه اللي قدامي دي قبل ما اخش اقرا المساله، الرسمه دي عباره عن ايه يا جماعه؟ انا هوضحها لك بخط من عندي انا اهو، جيب لك لون ازرق اهي، ده الجسم بتاعي. ركز بقى معايا كده في الرسمه مع الحدود اللي انا ماشي عليها. ده الجسم بتاعي، عباره عن ايه الجسم ده يا جماعه؟ حرف ال، عامل زي الفوت كده، زي الرجل يعني. ده الساق وده طول الرجل، تمام كده؟ طيب ايه اللي بيأثر عليها؟ الرسمة اللي قدامي دي 2 دي ولا 3 دي؟ ها؟ 2 دايمنشن، تمام كده؟ تعال نشوف ايه اللي بيأثر عليها، ايه الفورسز اللي بتأثر عليها؟ طبعا الدايمنشنز كلها موجودة، الأبعاد كلها موجودة على الرسمة، يعني أي بعد أنت محتاجه عشان تجيب بيه المومنت هتلاقيه موجود قدامك. تعال كده نشوف ايه اللي بيأثر، ها؟ في فورس قيمتها 80 عند النقطة سي. فورس مايلة تانية، فورس تانية قيمتها 120 مايلة في زاوية 70 درجة عند النقطة دي. فورس تالتة عند النقطة اي قيمتها بكام؟ ب 200 ومايلة في زاوية 15 عند النقطة اي. تمام كده؟ عند النقطة اف في مومنت. خلي بالك بص المومنت في ال 2 دي بيترسم ازاي؟ زي ما احنا عارفين يا مع الساعة يا ضد الساعة. ده كده ضد الساعة انتي كلوك وايز بكام؟ ب 42 نيوتن متر. ها عند بوينت اتش في ايه؟ في مومنت تاني قيمته كام؟ ها 40 نيوتن متر. ادي في كام حاجه بتاثر بقى؟ ها 3 فورسز وكام مومنت؟ و 2 مومنتس. ها بالبلدي كده يا شباب، وانت بتنقل الفورس هيجي معاها مومنت. طب وانت بتنقل المومنت؟ ها وانت بتنقل المومنت هيتنقل زي ما هو وانت مغمض كده. دي اساسيات، الفورس بتتنقل بفورس ومومنت، نفس الفورس ومعاه مومنت، بينما المومنت بيتنقل زي ما هو. تعالى نقرا المساله كده مع بعض. لو احنا عايزين نعمل ريدكشن لدي، المساله دي ينفع لها ريدكشن ولا ما ينفعش؟ ينفع نعمل لها سنجل فورس ولا لا؟ هل دي حاله من الثلاث حالات اللي انا شرحتهم؟ الو ينفع يا دكتور. ليه بقى؟ دي انهي حاله؟ 2 دايمنشن بالظبط كده، دي كده 2 دي، تمام. تعال نشوف بقى هو عايز ايه. ها a machine components is subjected to the forces and couple shown. The component is to be held in place، يعني بيقول لك دي مثبته في مكانها by a single rivet، ممسوكه بمسمار اللي هو ده الخط المايل التقيل ده. ده مسمار هو اللي ماسكها في بعضيها يعني. ريفت ذات كان بي ممسوكه بالمسمار اللي هو زي البرشام كده، برشامه. ذات كان بي ريزست، المسمار ده بيقاوم ايه؟ ريزست ا فورس بات نوت ا كابل، يعني المسمار ده بيشيل او بيقاوم فورس لكن ما بيقاومش ايه؟ ما بيقاومش كابل. يا حضرتك يعني عايزين نجيب على المسمار ده اللي هي السنجل فورس، قوه وحيده. فسؤال بقى، المسمار ده يتحط في أي حته عشان يقاوم فورس؟ معلش يا دكتور، كلمه سنجل ريفت دي يعني ايه؟ سنجل ريفت دي يعني مسمار، عارف انت المسمار البرشامه لما يقول لك ده متبرشم في ده؟ اه هو ده اللي هو السنجل ريفت، يعني بمسمار وحيد اللي هو البرشامه ده. تمام. طيب بيقول لك بقى ايه مكان المسمار ده؟ فين حضرتك اللي هتحدد مكانه؟ هو بيقول لك ايه المسمار ده بيشيل ايه؟ ها بيستحمل ايه؟ ها تعال نشوف هنا كده، سنجل ريفت ذات كان بي ريزست ها فورس، بيستحمل الفورس بات نوت ا كابل، ما بيستحملش الكابل. يبقى المسمار ده عايزين ندور له على مكان كده نحطه فيه بحيث المكان ده يبقى عنده ايه يا جماعه؟ ها ركز في بص، خليك في المضمون اللي هو عايزه. عايزك تحط المسمار في المكان اللي يبقى فيه ها سنجل فورس وما فيهوش ايه؟ وما فيهوش مومنت، لان المسمار ده ما بيشيلش مومنت. حد فيهم حاجه؟ معايا يا شباب؟ ده المسمار اهو، عايزين ندور على المكان اللي هيتحط فيه. المكان اللي هيتحط فيه ده هيبقى الكوردينيت بتاعته مجهوله، المسافه بتاعته في اتجاه اكس وفي اتجاه واي مجهول. ديترماين ذا لوكيشن اوف ذا ريفت، عايزين نحط نشوف المسمار ده هنحطه فين. ريفت هول اللي هو الخرم بتاع المسمار. اف ات از
to be located. بقول لك حل المسألة مرتين. يعني المسمار ده هتحطه مرة ها on a line FG. فين اللاين FG؟ فين الاف وفين الجي؟ ادي الاف جي اهي. المسمار هيتحط على الخط ده تمام. يبقى كده المسافه اللي انت عايزها مسافه افقيه. انت عايز تعرف المسافه دي قد ايه تمام كده. سوري هيتحط على الخط ده. يعني الاكس بتاعته معلومه لكن الواي بتاعته ايه؟ مش معلومه. عايزين نجيب الواي على اللاين ده. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني اون الاين جي اتش. فين الجي اتش؟ ده الجي اتش اهو تمام كده. الجي اتش يرتفع لفوق ب 50 مللي. لكن فين بقى اني بوينت من دول اللي هنحط عندها المسمار؟ ما نعرفش تمام. يبقى انت كده في عندك تو لاينز وما محددهم لك. يعني عايزك تحل المساله مرتين. ها هنعمل ايه؟ ها اول خطوه يا جماعه في المساله هجمع كل الفورسز والمومنت اللي هنا عند نقطه معلومه. مين النقطه دي؟ ها ممكن تختار نقطه سهله على فكره. نقطه مشتركه ما بين الخطين. مين النقطة المشتركة ما بين الخط اللي هو بيقول لك احسب لي عليه ده والخط التاني يا جماعة؟ يعني الخط ده اسمه اف جي والخط التاني اسمه جي اتش. مين النقطة المشتركة ما بينهم؟ ها ايه النقطة ايه؟ يا راجل ازاي؟ بقول لك ده اف جي يا دكتور وده جي اتش. شوف حتى في الرموز الجي هي المشتركة ما بين الخطين اللي هي النقطة دي اللي هي نقطة تقاطع الخطين تمام؟ ممكن نحسب المومنت أو نعمل نقل لكل المجموعة دي عند النقطة جي. وبعد كده لو انت عايز بقى تنقلها على الخط ده هطلع من النقطه جي فوق بمسافه مجهوله. المسافه دي هسميها واي. اطلع سنجل فورس يعني. ها لو انت عايز تنقل على الخط ده هطلع من النقطه جي بمسافه مجهوله اسمها اكس. يبقى انت كده حليت له الحلين اللي هو عايزه. تعال وده اللي عمله فعلا اهو. هيحسب المومنت عند نقطه مين؟ بص الرسمه دي الرسمه الاصليه بعد ما عمل تحليل المايل بقى. ده المايل ده هتحلله كوساين 70 ساين 70 والتاني كوسين 15 سين 15 والثالثه دي مش محتاجه تحليل تمام. دي الرسمه الجديده عندي نقطه مين؟ ها اكبرها لكم شويه اهو عشان تبقى الناس شايفاها. عند نقطه جي جاب لك مين؟ عند نقطه جي ها جاب لك ايه؟ جاب لك فورس وجاب لك ايه كمان؟ وجاب لك معاها مومنت. معايا كده يا جماعه؟ الفورس دي متحلله في مين ومين؟ ها المفروض انها لها اكس وواي صح كده؟ ها الو الناس معايا؟ فاضل 6 دقايق والسيشن دي تخلص سريعا بقى. يلا عشان نقول المثالين دول بسرعه كده. ها الار دي يا شباب اللي هو الريزلتنت دي المفروض لها ايه؟ لها اكس وواي. لها اكس وليها واي. تفتكر لما اطلع المحصله دي فوق، انا عايز حد يجاوبني بقى في الحته اللي جايه دي. لما اطلع المحصله على اللاين اللي هو بيقول لك عليه ده، هجيب المحصله دي هنا اهي. اهو استنى كده نعملها بنفس اللون اهي. المحصله لما نطلعها هنا كده تفتكر مين في دول اللي هيعمل مومنت لو وقفت عند النقطه دي؟ ها مين في دول اللي هيعمل مومنت يا جماعه في المحصله لما تطلع فوق؟ هل القوه دي اللي هتعمل مومنت؟ المركبه دي اللي هتعمل مومنت ولا مركبه الاكس اللي هتعمل مومنت ولا الاثنين مع بعض؟ هيا يا شباب حد فاهم السؤال اللي انا بقول ايه؟ دي كده ار اكس. يعني المحصله بعد ما نجمعها هتجي لك في صوره اكس وواي. لما نطلع المحصله على الخط اللي هو بيقول لك ايه هاتها عليه، اما اطلعها لفوق كده دي كده المفروض انها ار اكس. انا طبعا لما انا بدور على المكان اللي عنده سنجل فورس يعني ما عندوش مومنت، او يدي نفس لو وقفت تاني تحت هنا يدي نفس المومنت اللي انت جبته من المجموعه الاصليه من المجموعه دي. مين يقدر يقول لي بقى مين في دول اللي هيعمل مومنت عند النقطه جي لو وقفت عند النقطه؟ هل الار واي هيعمل مومنت؟ لا لانه مر بيها، لانه بيمر بالنقطه اللي تحت. طيب المحصله طلعت قد ايه؟ مين يقدر يجاوبني بقى السؤال ده؟ المسافه دي هسميها واي. المحصله طلعت قد ايه؟ اجيب الواي دي ازاي؟ ها حد يعرف المومنت على الار اكس على ال؟ بصوا هقف هنا واخد مومنت. لما اخد مومنت عند النقطه دي هضرب مين في مين؟ هضرب الار اكس في مين؟ في واي. يبقى هقول كده اهي ار اكس مضروبه في مين؟ مضروبه في الواي صح كده. الناتج ده المفروض يبقى مين يا جماعه؟ ها يبقى المومنت اللي انت جايبه، اللي انت جايبه من الرسمه دي. حد فاهم حاجه؟
ها الو انا وقفت عند النقطه دي وخدت مومنت لكل الرسمه. المومنت اللي هيطلع من هنا عند النقطه دي طلع في الاتجاه ده مثلا الناتج النهائي اسمه ام جي، ام عند النقطه جي. هاخد المومنت ده واروح بيه فين؟ هنا. اقوم مطلع منه مين؟ مطلع منه الواي. يبقى ده بقى معايا والار اكس معايا، اقوم مطلع دي. فهمناها يا جماعه؟ ها الو ايوه يا دكتور. تمام تمام. طب لو عملتها على الخط الثاني بقى، على اللاين الثاني، يلا حد ثاني بقى من غير الناس اللي جاوبوني دلوقتي يقول لي لو عملتها على الخط الثاني. ها انا همشي على الخط الثاني، على اللاين الثاني، هروح عند نقطه كده احط عندها المحصله. النقطه دي فين؟ معرفهاش. هشد خط كده، مين الخطوط دي؟ ها دي خطوط المحصله اهي. هيبقى هنا مين؟ ده الار اكس، وده مين؟ الار واي. تفتكر لما اقف عند النقطه دي، عند نقطه جي تاني، مين في دول اللي هيعمل عزوم؟ الار اكس ولا الار واي؟ ار واي. الار واي. الار واي. الار واي. هو الار اكس مش هيعمل، لان الار اكس بيعدي بنفس الايه؟ بنفس الخط، بيعدي في نفس النقطه. تمام كده؟ يبقى انا ها المسافه بتاعت بعد ار واي دي اللي احنا عايزينها، اجيبها ازاي؟ نفس المبدا. هعمل ايه؟ هضرب الار واي في المسافه اكس اللي انا ما اعرفهاش، الناتج ده اساويه بمين؟ اساويه بالمومنت ده. فهمناها يا جماعه؟ يلا نخش على مين؟ على الحل اهو. ها دي اف 1 كمتجه في اي وجي، اف 2 كمتجه، هو طبعا هنا عملها متجهات عشان يجمع الاكس لوحده والواي لوحده. ده الناتج بتاع ار اكس اللي انا كنت بشرح عليه من شويه. تمام كده؟ وده ناتج ار واي. معايا كده يا جماعه؟ وناتج العزوم ده الناتج النهائي بقى بتاع العزوم، سيجما العزوم اهو، اللي هي القوه في المسافه العموديه لكل واحده بالاشاره. النيجاتيف دي معناها مع الساعه، والبوزيتيف دي معناها ضد الساعه. تمام؟ طلع الناتج بالمنظر ده، ده ناتج المومنت النهائي اللي هو الام جي اللي انا قلت لك عليه في النهايه. تمام كده؟ يلا لما نروح نحرك بقى المحصله على الخط الراسي اهي، ده كده على الخط الراسي، الاف جي ده الراس ولا الافقي؟ تعالى نشوف كده. اهي جي اف اهي، ده الخط الراسي. هو كده حرك المحصله فين؟ رفع المحصله لفوق اهو. بس خلي بالك لما رسمها ايه؟ رسمها المحصله اللي هي التوتال، مش الاكس والواي. انت عايز ترسمها كده ارسمها، انا افضل ارسمها في اكس وواي اسهل، هتلاقيها اسهل لما ترسم باكس وواي. طيب يبقى المسافه اللي اترفعت بها المحصله دي اسمها دي واي، بتساوي مين بقى؟ ناتج المومنت اللي انت حسبته مقسوم على مين؟ زي ما قلت انتوا في الرسمه اللي انا كنت عاملها، ها على ار اكس، لان ار اكس هي اللي هتعمل عزوم مع الخط الراسي اهي. تاني هنا اهو مع الخط الراسي ده، القوه دي هي اللي هتعمل عزوم حوالين النقطه اللي تحت دي، بينما القوه دي مش هتعمل عزوم، بينما الثانيه اللي انا حركتها على مين؟ على الخط الافقي اهي، النقطه دي اللي هي جي، والنقطه اللي فوق دي اللي هي اف هنا، وهنا النقطه دي اللي هي اتش. طيب لما نيجي هنا نحرك في الاتجاه ده، مين اللي هيعمل عزم هنا؟ اللي هيعمل عزم هنا هو الار واي، بينما اللي هيعمل عزم هنا هو مين؟ هو الار اكس. المسافه دي هي واي او دي واي زي ما هو مسميها كده، المسافه دي هي مين؟ هي دي اكس. يبقى دي عكس دي يا جماعه، هو مدي لك الحالتين عشان ايه؟ عشان تفهم الفرق ما بينهم. يبقى هنا جبنا الدي واي بالقانون ده، وجبنا الدي اكس بالقانون ده. فهمناها؟ تمام. البارلل فورس، وده كده نختم بالمثال ده سريعا بقى كده. البارلل فورس ده ب 20 وده 50، ده اف 1 ده اف 2، هو مديهم لك في راس المساله، اف 1 ب 20 واف 2 ب 50. عايزين نجيب مكان المحصله، اعتبرهم دول فور كولمز، اربع عمدان واقفين عند ايه؟ هتفصل معانا في اي لحظه يا جماعه، هنكمل